مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم وأرحب بحضراتكم من جديد وانطلاقة الشوط السادس عشر للأبكار اللقاية المحليات لفئة الانتاج والمنتجين. على بركة الله بدأ هذا التحدي مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة، ليتابع انطلاقة غدق صالح بن علي بن صالح الحميري. يقدم لنا غدق مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع شعارك يا بن دري. يقدم لنا دخول مسلم بن علي بن دري المنصوري، بينما المركز الثالث التدخل من ميعاد سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي هو الحاضر. المركز الرابع أتابع انطلاقة هملولة زيتون بن عوض بن عتيق بن زيتون المهري هو الحاضر. المركز الخامس أتابع انطلاقة وبرة سيف بن محمد بن سعيد المنصوري هو الحاضر في هذه اللحظات، بينما المركز السادس أتابع أسيل راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري يقدم لنا شعاره. المركز الثامن وتابع شعارك يا بن غالب قادما بالغزالية سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يقدم شعاره، بينما المركز التاسع وتابع جباره محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. والمركز العاشر أتابع انطلاقة وتقدم سرابة حمد بن سعيد بن سبت الخيلي. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء والنداء الأول. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من تحتل الصدارة في هذه اللحظات؟ ما زالت غدق صالح بن علي بن صالح الحميري. الحميري يقدم لنا شعاره، بينما الوصول أوصلت ميعاد سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يقدم لنا شعاره. وإذا التدخل أتابع فهده سعيد بن محمد بالحب العامري يقدم لنا شعاره أيضا بالقوبع. قادم في هذه اللحظات في أول أشواط الإنتاج قادم بو سلطان يقدم لنا شعاره، يقدم لنا جباره محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. يا سلام يا سلام على هذه المعركة وعلى هذا التحدي. المركز الخامس وتابع أسيل أسيل راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري لتبدأ المعركة في لحظات الحسم في لحظات العنفوان. وبالقوبع وبالقوبع بدأ بالانطلاق، بدأ بالمغادرة في هذه اللحظات. الله يا أبو سلطان يقدم لنا شعاره، جبارة جبارة محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يقدم لنا هذه العروض، يقدم لنا هذه البطلة، يقدمها بإنجازاتها وسجلاتها الكبيرة. الله على جبارة. وشعارك يا بالقوبع المركز الثاني أتابع فهد سعيد بن محمد بالحب العامري. ولكن طار طار بالقوبع، طار قبعه وطار، طار ابو سلطان مع الفوز ومع الانتصار بالانجازات العديده وبالبطولات. اتحركت وطارت، اتحركت وطارت. الله عليك يا ابو سلطان، الله عليك يا ابو سلطان. محمد بن مسفر بالقوبع المنصوريه
غادر بالفوز، غادر بالناموس، غادر بالانتصار، غادر بالتحدي، غادر بالإنجاز. الله على بالقبع وشعاره، الله على بالقبع وشعاره، الله على جباره وإنجازاته وسجلاته. سلامي يا أبو سلطان، سلامي يا أبو سلطان، أنت السلطان في هذا الصباح. تهانينا وأول يا أشواط الإنتاج سجلوه باسم بالقبع. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الحق سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، والمركز الثالث وصلت مع المركز الثالث فهدى سعيد بن محمد بن حب العامري. المركز الرابع وصلت مع المركز الرابع هملوله محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي. والمركز الخامس وصلت اسير 6 دقائق و12 ثانية، جزئين من الثانية، وكانت فهدى سعيد بن محمد بن حب العامري. تانينا والناموس للجميع.